يستمر مهرجان صيف البحرين باستقبال زواره من خلال العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهيه والتفاعليه التي تلبي مختلف الاهتمامات الممتده حتى 30 من اغسطس المقبل لهذا العام المهرجان يقدم تجربه رائعه متكامله وغير مسبوقه للاستمتاع بالفعاليات الصيفيه داخل البحرين من خلال الانشطه المائيه والرياضيه ومسارات الفنون والثقافه وتجارب تذوق الطعام والتسوق.